طول الوقت واحنا بنعمل صينية البطاطس بالفراخ بالطريقة العادية. النهاردة بقى جبت لكم سر المطاعم، التتبيلة اللي بيحطوها على البطاطس وكمان بيحطوها على الفراخ بتخلي طعمها وريحتها وهم، حاجة كده تحفة. ان شاء الله هتشوفوا الطريقة بتاعتي وهتعجبكم، سهلة وبسيطة. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الطريقة. اول حاجة معانا الفراخ، بالنسبة لفراخ اي كمية انت حباها، المهم انك تفتحيها بالشكل ده عشان خاطر لما نيجي نتبلها الفراخ تشرب من التتبيلة كويس جدا. تاني حاجة معانا النهاردة كيلو بطاطس، جبت البطاطس قشرتها وغسلتها وبعد كده بدأت اقطعها بالشكل ده كده. لازم السمك بتاعها يكون وسط، ولا هو رقيق ولا تخين عشان ما تاخدش برضو معانا سوا. وبعد كده راح جاي حطها في الطبق واحط عليها مية وهسيبها بقى على جنب. وتعالي نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. جبت بقى قرنين فلفل حراق او بارد الموجود عندك، هو بالنسبة لي انا الفلفل ده اصلا بارد مش حراق، تمام. فروحت جاي مقطعاه بالشكل ده كده، وجبت كمان بصلتين برضو قطعتهم برضو حلقات كده بالشكل ده. يبقى كده خلاص الفلفل والبصل جاهزين معانا. تعالي بقى نجهز بقى التتبيله بقى اللي هتخلي ريحه صينيه البطاطس جايبه اخر الشارع. معانا ايه؟ معانا معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره كزبره، ومعلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره كركم، ومعلقه صغيره سكر، تمام كده. هضيف عليهم نص فنجان زيت بالشكل ده كده زي ما انت شايفاها، وكمان هضيف عليها معلقتين صلصه بالمعلقه الكبيره اهو، وكمان هضيف عليها معلقه كبيره ملح. وطبعا الملح انت برضو بتدوقي كده وبتشوفي الدنيا معاكي وانت شغاله. واروح جايه مقلبه التتبيله دي كويس جدا كده بالشكل ده. هجيب طبق وابدا اقسم فيه التتبيله، تقسميها كده زي ما انت شايفه نصين كده، نص تخليه في الطبق زي ما هو والنص التاني قسمته في الطبق. هجيب بعد كده بقى الفراخ وابدا بقى اتبل الفراخ بتاعتي كويس جدا كده، وادخل التتبيله جوه الفراخ جوه اللحم كده بتاع الفراخ. طبعا انا جايبه النهارده فرخه، فهتبل الوراك واتبل الصدر كله كده مع بعضه بالشكل ده، تمام كده. بعد ما تبلتها بقى ممكن تدخلها في الثلاجه شويه نص ساعه، وممكن تشتغلي بيها على طول على حسب ما انت عايزه وحسب الوقت بتاعك. هجهز بقى الصينيه واجيب البطاطس وابدا بقى ارصها بالشكل ده. طبعا مش شرط بقى ان انت ترصيها كده زي ما انا رصيتها، انت ممكن تحطها كلها على بعضيها مره واحده، تمام. بس انا رصيتها كده زي ما انت شايفين. وبعد ما خلصت البطاطس جبت كمان شرايح البصل واحتجاها برضو حطاها على الوش كده. وبعد كده جبت برضو الفلفل زي ما قلت لك، اي نوع فلفل موجوده عندك راح جايه برضو حطاه كده على الوش، تمام. وبعد كده هنا بقى التتبيله بتاعتنا اللي احنا كنا سايبينها في الطبق على جنب، ضفت عليها كوبايه عصير طماطم وهروح جاي مقلبها بالشكل ده. اهم حاجه ذوق الملح بتاعها، شوفيه مظبوط محتاجه ملح تاني كده يعني. وبعد كده رحت جايه رشاها على صينيه البطاطس كده كلها طبعا، وكمان هضيف عليها كوبايه ميه او كوبايه شوربه، تمام. هضيفها برده كده على صينيه البطاطس، حلوه قوي كده، تمام. وبعد كده بقى معانا الفرخه، طبعا كان فيها جناح وكان فيها كبد وقوانص والزور والكلام ده كله، انا شلتهم ورحت جايه حاطه عليهم شويه تتبيله وقلبتهم كده مع بعض، وبعد كده احطهم في قلب صينيه البطاطس اهم بالشكل ده زي ما انت شايفه. في خطوه هنا انا نسيت خالص اصورها معاكم واوريها لكم، انا قلبت البطاطس مع الحاجات دي كلها قلبتها، لازم تقلبيها قبل ما تدخليها الفرن، تمام. هنا بقى جبت الشبكه، الشبكه بتاعه الفرن او اي شبكه موجوده عندك، رحت جايه حاطه عليها الفراخ بالشكل ده. طبعا الفراخ لما تحطيها فوق البطاطس كده في الشبكه الفراخ هتطلع معاكي اكنها مشويه، وكمان البهاريس اللي هتنزل منها هتنزل في قلب صينيه البطاطس. بص مش قادره اقول لك ريحتها وطعمها بتوديكي في حته تانيه خالص. بعد كده بقى رحت جايبه ورق زبده، لازم تغطيها طبعا عشان الفراخ متنشفش منك وتفضل طريه كده وزي الزبده، وكمان ورق الالومنيا او ورق فويم، رحت جايه برده حطها كده فوقيها ماشي اهو بالشكل ده، وقفلتها كويس جدا كده. الفراخ بالبطاطس متقفله كويس والشبكه محطوطه عليها اهو زي ما انت شايفاني كده. دخلها بقى الفرن على طول على درجه حراره 200، اعلى درجه عندك في الفرن في الرف الوسطاني، وسيبيها بقى لغايه البطاطس والفراخ لما تستوي. انا سبتها لمده ساعه ونص او ساعتين الا ربع كده، وبعد كده دخلت بقى ادوق البطاطس كده واشوف الفراخ، لقيتهم بسم الله ما شاء الله كانوا مستويين. وبص الريحه وطعم والله العظيم فعلا حاجه كده وهم اهو زي ما انت شايفه كده. شلت من عليها ورق الزبده اهوت، والبطاطس بتاعتنا ما شاء الله شكلها جميل جدا. هبدا بقى اغرف معاكم بقى الطبق بقى، ونبدا نحط الرز ونحط الفراخ بتاعتنا وندوقها ونشوفها قد ايه مستويه، والفراخ كمان معانا زي الزبده
الطريقه دي على فكره حلوه قوي قوي، احسن ما بنحط الفراخ في قلب البطاطس، وكمان بتطلع كده معاكي مستويه جدا جدا مهموكه كده في قلب البطاطس. بصراحه مش عارفه، انا حاسه الطريقه دي احلى كتير، احلى احلى بجد. بصي الفراخ ماسكه نفسها كده كانك عامله فراخ مشويه، والتتبيله اللي احنا حطيناها على البطاطس وعلى الفراخ مودياكي في حته تانيه خالص. لازم تجربي الطريقه دي وتقولي رايك فيها ايه. ان شاء الله بجد هتجربوها. تعالوا بقى ندوق كده بقى البطاطس. بصي ما شاء الله مستويه ازاي، وكمان نشوف الفراخ بتاعتنا ما شاء الله مستويه وطريه وتحفه. يا رب الطريقه بتاعتي تكون عجبتكم النهارده، وتنسونيش باللايك والكومنت الحلو، وتشجعوني كده زي كل مره. وجزاكم الله كل خير، حسن استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.